مساء الخير والأمل والتفاؤل، مساء مضيء ببداية عام هجري جديد. كل عام وكل الأمة الإسلامية بألف خير، كما نهني الشعب، كما نهني الإخوة المسيحيين بعيد العذراء. كل عام وأنتم بخير، يا رب تكون سنة سعيدة علينا جميعا، يا رب كمان تكون خالية من الأوبئة والأمراض. طبعا النهاردة أولى حلقات الموسم الرابع لبرنامج رؤية، وزي ما عودناكم هنكون نبض عقولكم. النهاردة البرنامج بتاعنا هيكون يعني هنتكلم في موضوع يمكن موجود على الساحة، يعني ظاهر بشكل كبير جدا. بعتذر لكل الناس اللي كانت عايزاني اطلع لايف، على اللي طلبت مني اطلع لايف على صفحه البرنامج، ولكن طبعا انا دايما بحب ان انا اجيب لكم المعلومه من مصدر موثوق فيه. النهارده موضوع حلقتنا مقسوم لشقين. اول شق هيكون ازاي هنتكلم في الدعم النفسي لمرضى كورونا، اللي هيكون معايا ومنورني النهارده في الاستوديو دكتور محمد الكرماني، دكتور في الصحه النفسيه واحد القائمين باعمال الحجر الصحي. هنتكلم النهارده عن الامراض النفسيه المصاحبه بمرض كورونا. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورني النهارده في الاستوديو. اهلا بحضرتك، وكل عام والشعب المصري جميعا مسلمين مسيحيين بخير، وتمنياتي لهم بحياه جميله، حياه سويه، حياه خالية من الأمراض والأوجاع والآلام. كل سنة وحضرتكم طيبين. وحضرتك طيب، هرجع لحضرتك تاني، ولكن هعرف كمان معايا النهاردة الفقرة التانية هتكون لدكتور محمد، دكتور محمد متولي سلطان، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، وعضو الجمعية المصرية لطب الأطفال. ان شاء الله هنتكلم كمان عن ازاي هل الكورونا بتيجي للاطفال وحديث الولاده، وازاي بنقدر نتعامل معاهم ونقي اولادنا من الكورونا. ابدا بحضرتك يا دكتور النهارده، واهلا بحضرتك مره ثانيه. عايزين يا دكتور في البدايه تعرفنا او يعني نعرف يعني ايه ادعم المريض النفسي لمرضى كورونا. هل فعلا مريض الكورونا بيوصل او بيدخل في حاله نفسيه لمجرد ان هو مريض بوباء او مش معروف له علاج او حاجه غريبه بالنسبه له، انا بقيت شاذ في المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا ببعت رساله وتحيه للشعب المصري العظيم، ببعت رساله للجيش الابيض المناضل في الصف الاول، ببعت رسالة لكل واحد في المجتمع المصري، بقول له من هذا المنبر، المرض النفسي هو انهزام الإرادة أمام متغيرات الحياة. كوفيد 19 مستجد حديث، وبعض الأساتذة الطب أساتذتنا قديما وحديثا ذكروا أن كوفيد 19 دي كانت من سنة 1953 موجود الفيروس، وليه وجود في المجتمع، لكن وسائل السوشيال ميديا ما كانتش متاحة بالطريقة الحديثة، فما كانش معروف، يعني كانت الناس بتموت اغلبيه الناس لكن مش معروف السبب ايه، فما كانش فيه المرض النفسي. مش معروف اسم المرض؟ طب معروف اسم المرض، لكن مش متداول. ان احنا عندنا مات 1000 مات 2000 مات 3 لا، لكن معروف المرض طبيا موجود في القواميس الطبيه. تمام. طب لكن يا دكتور ايه اللي خلى نظره كوفيد 19 بوجد في انتشار سريع وانتشار واسع في المجتمع؟ انا في شيء بيؤلمني نفسيا كالمواطن محمد خليفة القرماني، إن مفيش في العالم كله مستشفيات دعم نفسي إلا في مصر بس. يعني في الدول المتقدمة مفيش دعم نفسي. ليه يا جماعة؟ علشان إحنا خدنا الموضوع بمنظور آخر. يعني بوجت كوفيد 19 سبة. طب هي سبة ليه؟ المرض النفسي ما فيهوش عيب، او المرض العضوي ما فيهوش عيب. في مصر مش بتتصنف كده. دايما المريض النفسي بيستخبى وبيدارى ومش عايز يطلع للمجتمع او بيخاف يتعامل مع المجتمع. يعني السيده وزيره الصحه مشكوره عملت مستشفى الفاطميه، عملتها كحجر صحي للدعم النفسي لمرضى كورونا. الدكتور احمد عكاشه لما ذكروه، كل التحيه والتقدير طبعا لكل طبعا من طبعا صحيح. لما كلموه والله هو كان بيتكلم باسى، يعني تحدث باسى ان مصر الوحيده اللي هي عملت دعم نفسي. طب ليه دعم نفسي يا استاذه منى؟ علشان احنا عندنا المجتمع ليه ثقافه اخرى متغيره. يعني انا كمريض كورونا اصبحت بخاف على اهلي وناسي، فبستخبى من المرض، وده عيب. هستوقف حضرتك في النقطة دي. احنا مش بنستخبى جوه أسرتنا، ده احنا بنستخبى من أسرتنا. أكيد. بدليل انه في ناس كتير جوه أسر
ما بيرضاش يستلم والدته او والده لما بيعرف ان لا هو عنده. الثقافة دي، معلش انا بستأذنك، الثقافة دي مش موجودة غير عند قلة، لكن الشعب المصري ضرب. بس بالفعل حصلت حالات. حصلت طبعا، انا شاهدت حالات شخصيا. احد الحالات انا كنت داخل له فوجدت منظر يعني ممكن اتكلم فيه، هو مش اسرار ولا حاجه، لكن موقف كان مستفزني نفسيا، يعني ان في حد كان سايب والده في مكان وكان قافل عليه الباب، فانا بقول له طب انت بتعمل كده ليه؟ قال عشان الاطفال. قلت له طب ما انت كنت طفل من 20 سنه. هو ما كانش بيعمل معاك كده، هو لو تخيل حضرتك كان عندك مرض معدي هو باباك كان هيسيبك؟ فانا الثقافه دي مش عند كل الناس. لكن طب انا شفت حاله تاني، كان عندي في مستشفى قفط التعليمي كان في حاله طالعه، تخيلي حضرتك كانوا منتظرينها بره بالترحاب، لدرجه ان انا كنت فاكر ان حد جاي من الحج، يعني عندنا في الصعيد لما الناس بتيجي من الحج بيتعمل لهم صولجان كده، فالناس منتظرين اللي طالعه من الحجر الصحي كانها جايه من عمره او حج ومش خايفين، وكلهم احتضنوها، وكان الموقف معبر يعني ممكن يخلي حد يبكي. ليه؟ لان عندهم النزعه النفسيه الطيبه ان مش خايف من مريض كورونا وممكن اموت معاك. فالمجتمع المصري يا استاذه منى في داء وداء، لكن قله قليله هي التي ظهرت على الساحه الصوره السلبيه، اللي هي الصوره البوزيتيف في المجتمع مش كثيره خالص، لكن المجتمع المصري كله، عفوا مش نيجاتيف، المجتمع المصري غالبيته بوزيتيف، غالبيته ايجابي. يمكن احنا شفنا الفتره اللي فاتت اوضاع حصلت سريعه، ويمكن احنا ما مريناش بيها في سننا دلوقتي، يعني ان مثلا مريض لفيروس مش معروف او مجهول بالنسبه لنا، فكله خايف يزور مامته، يزور باباه، يزور اسرته، يزور اهله، فقفل على نفسه هو واولاده عشان خايف ان هو يجي له الفيروس. يعني ده فعلا كان بيحصل. عايزه اتنقل، يعني انتقل مع حضرتك لاعرف ما هو عدم اليقين. تعرفه لنا وبعد كده نتكلم بقى في تفاصيل عنه. عدم اليقين من الناحيه الايمانيه ولا من الناحيه الطبيه ولا من الناحيه الاجتماعيه؟ خلينا اليقين ده كبير خالص. خلينا نتكلم عن مريض الكورونا. تمام. لما بيوصل لمرحلة عدم اليقين، فحضرتك هتفسر لنا الحالة النفسية اللي هو بيمر بيها. لا، عدم اليقين ده حضرتك ان الانسان ممكن يظن انه هيموت بعد 5 دقائق. طب ما انا اطلع ممكن هنا واعمل حادثة واموت وما عنديش كورونا، ايه المشكلة؟ يمكن افزعه شويه موضوع ان كل اللي بيبقى مصاب بفيروس كورونا يا اما بيتاثر سريعا وبيموت، طبعا نتيجه لعالم كامل مات فيه يعني مئات من الناس. لا طب ما حضرتك في ناس، الوف من الناس، في ناس عندها 80 سنه وما ماتتش في كورونا، 80 سنه وما ماتتش. دكتور حضرتك بتقول كده عشان دكتور صحه نفسيه بقى؟ لا طبعا لا طبعا، انا كنت في الحجر الصحي كان في ناس مصابه بفيروس سي وبي ما ماتتش، وفي شباب سنه 30 سنه ومات. وحضرتك اضرب كده، يعني نقدر نقول ان هو مش مقياس لحاله وفاه، فان انا اخاف لدرجه انه ممكن الخوف يوصلني للموت حقيقي، ولا ده كلام؟ المريض عموما المناعه الذاتيه بتضعف تأثر. لما الانسان يتاثر تاثر سلبي بالمرض. يعني ممكن الانسان حضرتك ممكن الانسان يموت من الوهم، الوهم اخطر من المرض. والمرض النفسي عموما هو انهزام الاراده امام متغيرات الحياه. صحيح، اكيد صحيح. فالانسان اللي ما عندوش يقين بالله هيموت. وخلي بالك المجتمعات المتحضره ضربت أسوأ المثال في كورونا. شفت حضرتك لما بتموت الناس بيتعاملوا معاها ازاي؟ بيجيبوا اللودر يدفنهم كده. طب هل دي تكريم الادميه؟ اكيد. لكن شوف المجتمع المصري حضرتك، بقول لك الناس كانوا منتظرين الست بالترحاب وكانها جايه من الحج. وانا شفت ناس كان معظم سنهم 80 سنه، حضرتك متخيل انه هيموت وكان سبحان الله بينجو ويطلع عشان ثقته بالله عز وجل. وفعلا مريض كورونا بيصاب بالاكتئاب ولا لا؟ مش كل مرضى كورونا بس اللي بيصاب بالاكتئاب، ده هو عندي الاستعداد النفسي المصاب بالاكتئاب. طب حضرتك بقى تكلمني عن اللي بيصاب بالاكتئاب، حضرتك بتتعامل معاه ازاي او الفريق الطبي بيتعامل معاه ازاي؟ اللي بيصاب بالاكتئاب ده انسان بيكون مقهور نفسيا، فبينتظر من اي قبل فرصه. ولا أيوة طبعا اثناء المرض؟ لا، بينتظر اي فرصه ان هو يظهر فيها اكتئابه. الاكتئاب ده موجود عند كل الناس، الدبريشن معظم الناس عندها اكتئاب، لكن اكتئاب مش مرضي، اكتئاب عرضي. يعني النهارده انا لو فشلت في تعليمي مش هكتئب؟ صحيح. لو فشلت في حبه مش هكتئب؟ صحيح. لو فشلت في اي مكان مش هكتئب؟ في ناس فكرت في الانتحار، انا مريض كورونا فانا هموت فانا انهي حياتي بايدي. دي يعني نظر، دي انا بلوم على فكره، يعني اسمحوا لي بلوم على الاعلام. الاعلام هول الموضوع بطريقه
والله يا فندم، يعني انا حد من الناس مثلا كان بيطلب اطلعي اتكلمي عن الكورونا، انا مش دكتوره، فانا جبت النهارده الدكتور علشان لا، ما احنا يقدر ما احنا مع يعرفهم المجتمع افضل مني. احنا مع المجتمع احنا بنقول لهم يا جماعه خلينا واثقين بالله عز وجل، قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. طب هو احنا هنموت بكورونا؟ نموت بكورونا وغير كورونا يا استاذه منى، هي صحيح. كورونا دي جات علشان تصحي ضمائرنا، بس ما احنا ما عندناش الثقافه اللي حضرتك بتتكلم فيها. يعني انا ما عنديش الثقافه الكفايه ان لما يجي لي وباء واسمع عنه الضجه دي كلها مش وباء العالم. يا استاذه منى، على فكره حضرتك بص المجتمع المصري وتخيل احنا يعني احنا في الفتره الحاليه امتحانات الثانويه العامه، ودي طبعا العالم كله يخاف منها. صحيح. ما شاء الله عندنا انتخابات مجلس الشيوخ تمت. طب قولي ده احنا في الفتره دي حصل مرض كورونا كوفيد 19 جاله في الفتره دي. طب ده احنا بنقول الازدحام والتعامل المباشر بيزود من كوفيد 19. طب يا دكتور هو انتوا بتناقضونا؟ لا احنا مش بنناقضكم يا جماعه، بس المجتمع اصبحت عنده النزعه النفسيه القويه ان احنا هنقهر كورونا. طب ما في كورونا، طب ما انا ممكن اصاب وانا طالع انتخب المرشح بتاعي. طب وابني اللي دخل ثانويه عامه؟ طب ممكن يصاب بكورونا بكوفيد 19 برضه، بس هو عندي هدف، انا عايز اخش كل الطب، يبقى انا هروح لجنه الامتحان حتى لو اصبت بكوفيد 19 مفيش مشكله عندي. دكتور محمد كرماني، حضرتك من قلب الحدث، عايزين نعرف من حضرتك هل كورونا هترجع الموجه الثانيه او رجعت بالفعل ولا لا؟ كوفيد 19 بالنسبه للشعب المصري انا بهنئه من هنا، وبقول لهم يا جماعه انتم ضربتم اروع الامثله في التغلب على فيروس العالم كله خايف منه. الشعب المصري الناس كلها كانت بتراهن على وعي الشعب المصري وبيقولوا ان الشعب المصري هينشر كورونا في العالم كله، امريكا، الصين، الدول العربيه خايفه من مصر بالذات. حضرتك يا فندم هو جاي لنا من بره، احنا تمام. لا هم خايفين، يقول لك الشعب المصري هينشر فيروس كورونا. بالعكس، ده احنا يعتبر الشعب الوحيد اللي قهرنا كوفيد 19، واثبت النظام الصحي المصري اتحط على فكره يا استاذه منى اتحط في اختبار عالي جدا. الاختبار بتاعنا ان احنا هنقدر بامكانياتنا البسيطه نقاوم كوفيد 19. استطاعت الصحة المصرية بكل إمكانياتنا البسيطة اللي هم بيسموها إن إحنا نقهر كوفيد 19، مستشفياتنا استقبلت كل الحالات. صحيح. وغير كده الأطباء المتبرعين الدونر استطاعوا برضو إنهم يتحكموا وإنهم يعملوا، معلش كل واحد قدم اللي عنده. طيب أنا عايزة ليا تعليق على حضرتك لما قلت الإعلام. أنا الإعلام كنت هكمل، الإعلام خد ليه دورين، ليه دور إيجابي ودور سلبي. الدور الإيجابي إن هو خلى واحد زي الدكتور محمد أو المواطن محمد خليفة يطلع يكلم الناس، دور إيجابي، أو غيري أو غيري بيتحدثوا مع الناس وبينشروا الوعي. الجانب الثاني إن الموضوع كان واخد تهويل شوية، يعني هنموت كلنا، طب ما نموت يا جماعة. هو إحنا مش خدنا كام حرب قبل كده؟ وفقدنا كام شهيد؟ والنهاردة للأمانة يعني ذكرى وفاة الشهيد المنسي، فانا ببعت لوالدته طبعا ده اللقاء الثاني اللي انا ابعت لها تحيه وابعت لها شكر وتقدير واقول لها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فشهداء الجيش والشرطه زي شهداء الجيش الابيض، كله شهداء وكله في سبيل الوطن. واحنا على فكره انا جاي كمواطن محمد خليفه من محافظه انا جاي علشان اقدم روحي للشعب المصري كله. انا حضرتك فعلا عامل مجهود جبار. انا يعني يمكن لفت نظري على صفحه حضرتك انك موجود بالفعل في الحجر. كنت عايزه اعرف ليه كورونا ايه علاقتها بالطب النفسي او الصحه النفسيه، فانا عرفت من حضرتك يعني. طبعا بقدم لحضرتك كل التحيه والتقدير، بس عايزه يعني اطمن الشعب المصري، هل احنا النهارده في يعني النت طبعا مش او الفيس او السوشيال ميديا عامه مش مقياس ان انا اعرف منه حقائق. تمام، الحقائق. فاحنا دلوقتي مش عارفين هل كلام الناس صح على السوشيال ميديا انه في كورونا رجعه تاني او بالفعل احنا في الموجه الثانيه ولا لا. لا هو عموما الفيروس اي فيروس في العالم لازم بيبقى له تطور، يا اما تطور سلبي يا اما تطور ايجابي. يعني ممكن تطور سلبي يختفي، ممكن تطور ايجابي يعمل انضبيت يعني تكوين تاني ويطور من نفسه. اتمنى من الله عز وجل ان فيروس كورونا يكون، ولكن غير واضح دلوقتي. لا طبعا، هي اساتذتنا في الباثولوجي واساتذتنا في علم الاحياء هم اللي شغالين طبعا على ابحاث وشغالين ليل نهار، يعني في ناس حياتها مسخراها علشان خدمه الشعب المصري. صحيح. وخدمه مصر كلها. صحيح. كل التحيه والتقدير طبعا. فقصه ان الفيروس يرجع، هو الفيروس ليه فتره رجوع طبعا. بس امتى؟ يعني حددت في شهر 9. طب ليه الناس بتقول ان الفيروس بيموت من الحراره؟ طب انتوا عارفين يا جماعه في ناس بتكون حرارتها 43 وبتموت. انا شاهدت حاله بعينيا، يعني مريض كانت حرارته 42 وتوفي يعني. طب الفيروس ما ماتش ليه؟ اصل في ناس بتقول ان الفيروس بيموت عند 25 درجه، الكلام ده غير صحيح طبعا. او الفيروس بيموت عند درجه البروده، لا طبعا، لان هو شغال في الدول الحاره
والدول البارده، ما فرقش بقى بين استراليا وبين مصر، ما فرقش بين اوروبا وبين امريكا، هو شغال في كل العالم. صحيح. بس اللي عايز اقول لحضرتك ان احنا حتى لو كان في فتره ثانيه، ما هو احنا شفنا المرض وشفنا اخره ايه، اخر فيروس كورونا ايه؟ انه حصاب بايه؟ بدور حمى فيفر مالتي فيفر، او انه حصاب مثلا بامونيا بالتهاب رئوي. طب وبعدين؟ طب الحمد لله كام واحد، احنا وصلنا المليون او 900,000 واحد مصاب، نسبه الوفاه عندنا كام؟ ما هي فندم، هي المشكله ان احنا مش بنفكر كده، احنا بنفكر انه بالفعل حصلت وفاه، ممكن اكون انا واحده منهم، ممكن يكون حد من اسرتي، مش مشكله برضه. يعني حضرتك فاهم الشعب بيفكر ازاي. انا بخاف علشان انا بخاف على اسرتي وعلى ان انا اكون فرد من الافراد ممكن يصابوا بفيروس كورونا. طب مثلا احنا توقفنا 5 شهور ليه؟ عشان فيروس كورونا. حضرتك اللي احنا اللي عملته الدوله ده كان مجهود جبار. أكيد ان طبعاً الدوله طبعاً تحاول تحاصر مرض ويبقى على حساب الدوله، الاقتصاد صحيح نفسه تاثر سلبي. طيب هرجع لحضرتك لنقطه، مريض الكورونا دايما بيبقى خايف وحاسس ان هو عامل ذنب، بمعنى انه انا مش عايز اقول انا مريض كورونا، بستخبى وما برضاش اقول للناس عشان الناس ما تتعاملش معايا بثقافه معينه، ده مريض ابعدوا عنه عشان الفيروس ده قاتل، فده هيموتني وموت عيالي يعني. لا بس انا هقول لك عايزه حضرتك تقول لهم حاجه، لانه الناس دي هم فعلا اللي بيكونوا مرضى، يعني بيصابوا فعلا انه بيعزل نفسه عن المجتمع. لا طبعا، فيروس كورونا مش سبه، هو لما الدوله قالت تعمل اجراءات احترازيه، الهدف منها ايه يا جماعه؟ كل الشعب وكل الناس، الهدف ان انا بقول لك اعمل حجر ذاتي، مش الهدف ان انا خايف منك انك هتعديني فحموت، انا مش عايز اقلل نسبه الاصابه. صحيح. وبالعكس عايز اوفر لك جو امن، جو سفت امن، يعني انا عايز اخليك في مكان انت فيه احسن. يعني هو الحجر الصحي، اخترنا الحجر الصحي ليه؟ علشان تبقى متوفره لك الرعايه والحمايه. صحيح. متوفرة لك كل سبل الراحة. حضرتك لو بتشوفي الطاقم الطبي علشان يدخل يدي المريض جرعة العلاج بتاعه بيعمل ايه؟ لازم كله يبقى لابس الحاجات الواقية طبعا. حضرتك في شهر 7 تخيلي لما تقعدي في مكان درجة حرارتك فيه 40، المكان نفسه او 30، وانت لابسة الستايل بتاعنا ده. شفنا صور طبعا، مع الاسف احنا ما لحقناش نحضرها لدكاتره كتير، وانت صايمه في شهر رمضان برضه. صحيح. طب تخيلي حضرتك هتتعامل ازاي؟ صحيح. طيب دكتور، كلمه اخيره، ازاي المجتمع يتعامل مع المتعافي من مرض كورونا؟ المتعافي من كورونا ده بطل، ده عظيم، ما يخافش انه يتعامل. ده احنا بندي له التحيه والسلام وبقول له يعني انت دخلت التاريخ، هو انت دخلت غصب عنك، لكن انت دخلت التاريخ. هي كورونا يعني سبه؟ لا طبعا، كورونا مرض زي اي مرض. يا جماعه طب هي كورونا ولا الكانسر؟ كورونا ولا الفيفر؟ نقدر نقول ان هو زيه زي اي مرض. اي مرض طبعا، لكن انا بقول لحضرتك ان المجتمع المصري ضرب اروع الامثله في العالم، انه عرف يتخلص من عقده نفسيه. صحيح. في عقده نفسيه تخلصنا منها، يعني تخيل حضرتك لا قدر الله، يعني لا قدر الله لو حصلت جائحه ثاني، هتبقى النسبه غير كده خالص. محتاجين شويه توعيه، محتاجين نعرف نتعامل ازاي في المجتمع. احنا تحت امر الشعب المصري كله على فكره، من اسوان للقاهره. اكيد الطب ليه عامل اساسي في الموضوع، انه لازم يعلم حتى ثقافه الكمامه، الناس ما كانتش عارفه البسها ليه. طب البسها ورا الشرطه واقلعها قدام؟ لا طبعا. طب دي وقايه ليك انت. هي صحيح، بس احنا محتاجين الثقافه دي، محتاجين نفهم الناس انه مش شرط يبقى في فيروس عشان البس الكمامه واحافظ على نفسي او على سلامه حد. وارد جدا يكون من رذاذ لاي مرض تاني، بس هو ثقافه يعني. الكمامه المفروض بيلبسها المرضى مش الاصحاء. بيلبسوها المرضى علشان ما يفرش رذاذ فيتاثر به التاني. وعايز اقول لحضرتك برضو المجتمع المصري مجتمع جميل خالص، يعني بيتعامل مع الموضوع ببساطه خالص. لاحظت ان في ناس كانت عند البنك بتصرف معاشاتها، فالواحد ياخد الكمامه وهو طالع يديها للتاني. بيحصل حقيقي يعني. والمشكله ان الام ادتها لبنتها عادي جدا. طب يعني هو لو في انت مصاب، ما انت كده هتصيب غيرك. صحيح. دكتور محمد، مع الاسف ان فقرتنا خلصت، ودايما حلقات حضرتك معانا بتكون قصيره جدا. انا محتاجه مع حضرتك حلقات، سلسله حلقات كويسه، عشان نمسك يعني نبتدي نوضح للناس بقى موضوعات كتير عن العلم، علم النفس. انا عايزه اتكلم في علم النفس اكتر كمان. والله انا سعيد بالناس، وعايز اقول لحضرتك انا من هنا المنبر اولا بوجه تحيه لامي وابويا، يعني معلش علشان انا سبتهم في الفتره اللي فاتت خالص. انا بشكرهم يعني، وبقبل
راس امي وايد ابويا، لان انا سبتهم خالص الفتره اللي فاتت، هم زعلانين مني جدا. ربنا طبعا يجازي حضرتك كل الخير، لان حضرتك متواجد في قلب الاحداث. وانا بوجه تحيه للشعب المصري كله، وبقول لهم ربنا يعني دمتم بامن وخير وصحه وعافيه. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد جداً. الكرماني، دكتور في الصحه النفسيه واحد القائمين باعمال الحجر الصحي. هطلع لفاصل صغير وارجع لكم. بعد الفاصل نكمل حلقتنا النهاردة. في الفقرة الثانية هيكون معايا في الاستوديو ضيفنا العزيز دكتور محمد متولي سلطان، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة وعضو الجمعية المصرية لطب الأطفال. أهلا بحضرتك يا دكتور، نورتنا. في البداية دكتور أنا حابة أعرف من حضرتك، طبعا إحنا عارفين إن مرض كورونا، يمكن كان معنا في الفقرة الأولى دكتور محمد الكرماني بنتكلم عن الدعم النفسي لمرضى كورونا، كنا حابين نوضح للناس أول حاجة بنتسألها وسمعناها طبعا شححت عليها كتير جدا، هل الطفل بيصاب بالكورونا ولا لا؟ الأطفال بتصاب بالكورونا من جميع الأعمار، حديث الولادة من صفر، يعني بيقولوا من صفر ل 19 سنة، وأحيانا بيصنفوها من صفر ل 12 سنة، من صفر يوم لحد 12 سنة، أو من صفر يوم لحد 19 سنة. دول بيندرجوا تحت قائمة الأطفال المعرضين للإصابة بالكورونا. الأعراض بتاعتهم بتبقى قليلة شوية، مش كل الأطفال المصابة بيظهر عليها أعراض، ده من فضل الله طبعا، وهو سر غريب ان الفيروس مش بيهاجم الاطفال بشكل كبير قد الكبار، وخصوصا يعني نسبه الشفاء بتاعته عاليه جدا. يعني هو نسبه الشفاء عاليه جدا في الاطفال، يعني فوق ال 90% بيشفوا تماما. الاعراض بتاعته شويه بتبقى مش بتظهر عند كل الاطفال، زي ارتفاع درجه الحراره، الناس بتقول برد عادي، هو برد بس عنيف شويه في مواجهه الكبار في السن، لكن الاطفال الحمد لله بيقدروا يتعافوا منه بشكل كويس. طب نقدر حضرتك تفسر لنا السبب في ده ايه؟ وده الحمد لله طبعا، يعني اكيد مش بنقول حاجه أكيد. ولكن احنا حابين نعرف هل يعني الطفل الحديث الولاده بتبقى مناعته لسه يعني ضعيفه، مش مناعه قويه، لسه مش بيتعامل مع هو لحد ما انا بكلم حضرتك دلوقتي الابحاث والعلماء بيحاولوا يفسروا ده بشكل يكون واضح، لكن مفيش تفسير واضح للقصه دي. هو ده من ستر ربنا على الاطفال طبعا، الحمد ان هو ان هم مش بيتاثروا او بيظهر صحيح. عليهم الاعراض خفيفه وبعد كده بتروح بعد وقت قليل بمجرد ان هم ياخدوا ادويه بسيطه، وده من ستر ربنا طبعا زي ما قلنا. لكن مفيش سبب مفسر، في اسباب يعني نظريات بتقول ان ممكن عشان الاطفال بتتعرض لانفلونزا كتير فبتتهاجم بالفيروس كتير، فبيبقى عندها مناعه تقدر تهاجم الكوفيد 19 او الفيروس كورونا 19. في اي سبب، في نظريه ثانيه بتقول ان ممكن الاطفال اللي هم بيتعرضوا نزلات البرد كتير يكونوا خدوا من الكورونا سبيشيز، يعني 19 ده رقم، في ارقام تانية مختلفة صحيح. ممكن يكونوا تعرضوا لحاجه شبه كده، فجسمه معرض كون مناعه كويسه فقدر ان هو يفايت مع الفيروس. لكن الكبار دايما بنلاقي دا عندهم ضغط، عندهم سكر، عاملين مش عارف ايه في القلب، فاللي عندهم امراض مزمنه او امراض قويه مناعيه بيتاثروا بصعوبه جدا، وبتوصل الامور لان هم بيدخلوا المستشفى وبيتحجزوا في الرعايه. انا هسال حضرتك سؤال ولكن انا مش عارفه هو خاص بالكورونا ولا لا، هل في طفل حديث ولاده بتكون عنده اجسام مضاده، اجسام مناعيه عاليه؟ ايوه أيوة. ممكن يكون ده سبب مثلا؟ ممكن يكون، ما هو ده السبب اللي انا بقوله الاولاني، اللي هو من كتر ما بنتعرض للانفلونزا ومناعتنا كويسه فاحنا بنقدر، اللي هو لسه مولود وهو كان الوالده مامته يعني كان عندها الفيروس، وبالفعل هو اتولد عنده الفيروس، ودي يمكن في حالات كتير شفناها الفتره اللي فاتت والحمد لله كلها تعافت وما فيش ولا حاله وفاه. يعني اجسام المناعيه طبعا بتبقى قويه ومناعتهم بتقدر الحمد لله ان هي تفايت الفيروس بشكل كويس. هو احنا عموما في رول كده ان احنا الطفل الانفنت بيقدر يفايت فور لايف اكتر من التشايلد، التشايلد بيفايت اكتر من الادلت، يعني كل ما كانت السن اصغر كل ما كان فايتنج فور لايف وفور ديزيزز، ان هو بيواجه الامراض ومناعته تقدر تستحمل كل ما كان احسن. صحيح. طب انا هاخد تليفون معانا زكريا. الو استاذ زكريا، طيب كلمنا تاني يا فندم. طيب عايزه اسال حضرتك ازاي اقي طفل يعني طفل او حديث ولاده يعني بفيروس من فيروس كورونا، وكنت حابه اعرف هل بيبقى ليه ليميت يعني ليه سن معين؟ انا بتعامل مع ابني لو يعني سخن شويه او ايا كانت الاعراض بديله ادويه المتعارف عليها بالظبط، هل يعني يتعارض مع الحاجات المفروض اخدها وقت ما يبقى عندي كورونا؟ لا هو احنا برضه على حديث الولاده برضه انا الحديث الولاده دوت يصنف طفل من 0 ل 28 يوم، يعني عمره من زيرو
لحد 28 يوم، ده اسمه الطفل المبتسر حديث الولاده. اكبر من كده بقى ده انفانت عادي طفل. اوكي، فحديث الولاده دول بيبقى مناعتهم قويه وبيقدروا ان هم يواجهوا الفيروس بشكل كبير. منظمه الصحه العالميه الـ WHO والـ CDC اللي هو مركز المناعه الامريكي بيقول ان احنا نقدر نواجه الفيروس او نواجه الاعراض بشكل طبيعي زي ما بنشتغل بالادويه. يعني احنا عندنا سخونيه فبندي الباراسيتامول او بندي الايبوبروفين او بندي الديكلوفيناك على حسب درجه الحراره شكلها عامل ازاي. في اعراض تانية بتبقى زي ان احنا طبعا بنوصي بفيتامين دي، يعني دي توصيات منظمه الصحه العالميه ان احنا وقت الشك عشان يرفع المناعه شويه بالظبط كده. فيتامين دي وفيتامين سي وفيتامين دي وفيتامين سي وهم دول اكتر حاجه مهمه بنديها، والزنك. فيتامين دي وفيتامين سي والزنك احنا بناخدهم ريجيمن لمده اسبوعين، دول بيزودوا مناعتنا بشكل كبير في مواجهه الكورونا. تمام، انا هاخد استاذ زكريا معانا. الو، طب احنا اسفين اتصل علينا عمتي. طيب، في برضو شائع يقال ان الكمامة خطر على الاطفال. لا، هو احنا الموجود الامريكان بيشتغلوا بيه بالجايد لاينز بالكلام الجديد 2020 و2021 ان احنا الطفل فوق سن سنتين يا ريت يلبس كمامة. لو هو رايح العياده، لو هو رايح المستشفى، لو هو نازل مع مامته فوق سن سنتين لازم يبقى الكمامه موجوده. طبعا الامراض اللي عندها الاطفال عفوا اللي عندها امراض زي الربو الشعبي او فما بيقدروش يتحملوا الكمامه فما نقدرش التنفس يعني بالظبط. الاطفال اللي عندها ربو او عندها حساسيه صدر او عندها مشاكل في الجيوب الانفيه بيبقى صعب شويه يلبسوا الكمامه طول الوقت حتى لو سنهم فوق العشر سنين. فدول يعني احنا اهم حاجه نغسل ايدينا، يعني بالنسبه للكورونا ده اهم حاجه في الدنيا نغسل ايدينا. المشكله في ان طفل حديث ولاده لحد ما نغسل له احنا ايديه ده مش ممكن. لا نغسل له احنا ايديه سنتين قدام ده بيبقى لا احنا بناخد احنا بقى الاجراءات الاحترازيه بتاعتنا اللي احنا نلبس الكمامه ونغسل ايدينا بالميه والصابون لمده 20 ثانيه بشكل منتظم بحيث ان يعني لو لمسنا اسطح او الرذاذ ممكن ينقل لنا الكورونا. فازاي نحمي نفسنا؟ اسهل حاجه واهم حاجه نغسل ايدينا بالميه والصابون لمده 20 ثانيه. والكحول طبعا بنسبه اي كحول فوق ال 60% هو كحول جيد جدا ولكن مش بيحمي زي الميه والصابون. يعني الميه والصابون اهم بكتير من الكحول. الكحول بيحمي 60-70% بس، الميه والصابون ممكن نقول كومبليتلي 99% و100% حمايه. فلو سلمنا حتى بالغلط مفروض نغسل ايدينا، المفروض نزرع في الاطفال ان هو اي عاده كويسه ان احنا دايما نغسل ايدينا بالميه والصابون. صحيح، نتوضى بس لو في الصيف يعني في الشتاء ده بيبقى موال كده كده بنتوضى وبنصلي. فمحتاجين نفهمهم ان لما نغسل ايدينا ده هيحمينا مش من الكورونا بس، من البكتيريا ومن كل حاجه. صحيح. يعني برضو حاجه تانية الناس بتقولها، الاسطح لما يبقى فيه منظفات بالديتول او ايا كان اي حاجه بكتيري او فيروسي او الكلام ده. الكحول هو احنا كل حاجه هنقول الكحول فيما فوق ال 60% هو ده المعقم والمطهر رقم واحد. في ناس بقى بتستخدم وفي ناس بتسال على حاجات تانية كتير، الديتول واسامي تانية زي حاجات كده دي مش فيها نسبه الكحول فوق ال 60% فدي لا تصلح لمواجهه الكورونا. طيب، هل الكورونا بتاثر على سي الطفل دلوقتي اخذ الفيروس وتعافى تماما منه، هل في الاجهزه اجهزته بتاعت جسمه هتتاثر بعد كده ولا لا؟ لا، هو الفيروس زي ما كنا بناخد في الكليه وزي ما كنا بناخد زمان في الاحياء ان الفيروس له فتره حياه بيعيشها من 7-14 يوم. أوكي. دي فتره الحياه اللي هو بيعيشها جوه جسم العائل اللي هو الانسان. فهو احنا بنقول ان بعد التعافي منه يعني بيبقى الجسم كون اجسام مضاده جامده جدا تقدر تواجه الكورونا لو جه مره تانية. وهو ده اللي مخلي الدنيا دلوقتي احسن شويه من قبل كده. احنا قبل كده كنا قافلين على نفسنا كلنا، يعني معرض اي شخص جاله كورونا ان يجي له كورونا تاني بس نسبه التعافي بتاعته في المره الثانيه هتبقى اعلى بكتير. يعني هيتعافى اسرع، بيتعامل اكتر مع الجهاز المناعي عنده بيتعامل بالظبط. هو خلاص بقى هو تعافى المره الاولانيه وجسمه كون اجسام مضاده. لو جه الفيروس تاني وبدا يهاجمه فانا كدور برد عادي بالظبط كده. هو برد، هو برد على حسب اعراض البرد. البرد احيانا بيوصل للالتهاب الرئوي وهو دور برد عادي ولكنه اهمل فوصل للالتهاب الرئوي. صحيح. الفيروس برضو الكورونا بيعمل نمونيا اللي هو الالتهاب الرئوي وبيعمل هاي فيفر درجة حرارة مرتفعة وبيعمل غثيان أحيانا. 30% من أعراضه مش جهاز تنفسي، جهاز هضمي. يعني 70% تنفسي 30% جهاز هضمي، ممكن يجي بإسهال. فهو أعراض كتير حسب الشخص نفسه أو مناعته، على حسب مناعة الشخص نفسه ممكن الأمور تتدهور
في شخص يكون عنده حساسية صدر أو عنده مرض مزمن أو عنده مرض في القلب أو عنده مرض في الكليتين أو عنده مرض مناعي معين وهاجمه الكورونا بيضعف مناعته تماما، فالطفل دوت بيبقى سهل قوي إن يجيله التهاب رئوي لدرجة إن هو ممكن يتحجز في المستشفى. طب كنت عايز أسأل حضرتك، هل فعلا الجهاز المناعي لو بينتج أو بيفرز أجسام مضادة كتير يقدر يتعامل مع الكورونا، ولا بيضعف او بالفعل بيدمر اجهزه الجسم زي برضو ما شائعات كتير؟ لا، هو احنا ازاي نشتغل على المناعه اللي احنا عايزينها تعمل كل حاجه؟ مش معقول يبقى معايا عربيه صغيره 800 سي سي وعايز اروح بيها الساحل في 10 دقائق، مستحيل. اوكي، ازاي انا بقى اقوي الحاجه اللي موجوده عندي؟ انا ربنا خلقني ان انا عندي جهاز مناعه، كرات دم بيضه بتقدر تفايت وتقدر تواجه الميكروبات إيفن كانت فيروسات أو بكتيريا. okay. إزاي نشتغل عليها بقى بالنسبة للطفل؟ هما ثلاث محاور مفيش غيرهم: اللايف ستايل الكويس، إن إحنا بننام في وقت فترات. النوم ونصحى فترات. في وقت الصحيان. ما بيعملوهاش طبعاً. طبعاً، وده صعب جداً. الأكل الهيلسي اللي فيه فيتامينز وفيه مينرالز مهمة لجسمه. الفاكهة والخضار كل يوم، طبق السلطة مهم جداً. ولا بس أنا بقول طبق السلطة. طبق السلطة مهم جدا. أوكي. يعني كل الكابوتشي، الفلفل الالوان، الجزر، الخيار، كل دي حاجات بتزود وبتقوي جهاز المناعة. الخضروات الداكنه، الخضروات اللي هي لونها اخضر داكن زي الجرجير، زي الخس، زي السبانخ، الحاجات دي بتقوي المناعه بشكل كويس. الحاجات الفواكه اللي فيها فيتامين سي زي البرتقال وزي الليمون. الامصال، التطعيمات بقى، هو ده ثالث محور، هو مفيش غيرهم. ان احنا نخلي اللايف ستايل كويس، ان احنا نديله اكل هيلسي وكويس، وان احنا نطعمه ضد كل حاجه، يعني حتى الحاجات اللي هي الاكستراز دي مهمه. صحيح. الطفل اوقات ما بيعرفش يعبر، تمام، هعرف اوديه لاي تخصص ازاي؟ ايه اللي يخليني او يوضح لي ابني بيعيط عشان هو عنده درد، يعني دور برد عادي، ولا عنده فيروس كورونا؟ خصوصا بقى ايه، ان الفتره اللي فاتت احنا كنا بنخاف نخرج من بيوتنا، فالطفل لو عيان هديله اي حاجه من الادويه اللي عندي. دي اول غلطه يعني. لا، هو مش غلط ولا حاجه، هو احنا بنقول المرض مش دايما بيبقى بشع وعنيف في اعراضه، يعني ممكن ان احنا لقينا في البيت درجه الحراره بدات تبقى 38، عندنا اي دواء احنا شغالين بيه اوريدي في نزلات البرد وفي ادوار قبل كده ممكن هنشتغل بيه. امتى بقى نخاف؟ لقينا في كحة مستمرة، لقينا الطفل بدأ يرجع بشكل كبير، لقينا درجة الحرارة بعد ما ادينا اللبوسة أو ادينا دواء الشرب بتاع اللي هو خافض للحرارة، لقينا درجة الحرارة بدأت في خلال ساعتين ثلاثة ترجع تعلى تاني، عندنا حد في البيت تمت إصابته بكورونا، فلازم نبدأ إن احنا نفكر لو حصل حاجة طب أنا هعمل إيه؟ صحيح. لا، الكونتاكت بقى مع الدكتور بالتليفون، أنا حصل عندنا في حد اشتباه وعملنا له ده، إحنا كل يوم في ده. لقينا حد مصاب للمعركه، طبعا ارض الواقع، لانه برضو في ناس كتير ما تعرفش اي حاجه عن الجيش الابيض النهارده بيعمل ايه داخل المستشفيات. ولكن هاخد تليفون معايا. شهيره، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. بجد انا حابه عينيكي جدا جدا وتقدمتي كتير قوي. تسلمي لي يا رب. بجد اني ما تخليش على يعني. تسلمي لي يا رب. والله مش احنا بس اللي اختفينا، يعني احنا كلنا خايفين من الكورونا، فكل واحد في بيته دلوقتي. ان شاء الله نكون متواجدين. ليكي اي سؤال مع الدكتور؟ ان شاء الله باذن الله. انا حابه ان حضرتك تحلوا معايا في البرنامج وتحياتي لكل ضيوفك. تسلمي يا رب، ميرسي ليكي قوي. انا بس كنت عايز اقول حاجه، انا كنت داخل وفاكر ان انا كنت في رؤيه معاكي السيزون اللي فات، وفاكر حقيقي. فعايز برضو كنت اول حلقه تبقى ليا معاكي، فمبروك جدا. الله يخليك. على فكره هو فعلا احنا اول حلقات للموسم الرابع. ايوه، من عارف حضرتك كنت معانا في اخر الموسم الثالث بالظبط كده. بجد انا برحب بيك. دايما بناخد يعني اولا يعني معلومه لكل الناس، دكتور محمد ما بيقفلش تليفوناته، لان انا اتعاملت مع اكم من الدكاتره ما شاء الله، ما حدش بيرد على حد، ما حدش بيحاول ان هو يتعامل مع حد دلوقتي. الحمد لله. دكتور محمد، الطفل انا عايزه ما ياخدش الفيروس. تمام. انا يعني احاول ان انا اعمل له جو وقائي. تمام. حضرتك تقول لي الخطوات اللي همشي عليها. اولا ان احنا نفهمه الريسك بتاع الكورونا، الكورونا ده خطير، الكورونا ده ممكن يعمل لنا مشاكل في الجهاز التنفسي، فلازم هنبدا معاه
ان احنا نقول له لازم نغسل ايدينا بشكل منتظم. في اطفال لسه صغيرين ما بيفهموش، احنا بقى نتعقم كويس بالكحول ونغسل ايدينا زي ما قلنا، نلبس الكمامه لو احنا خارجين من البيت، يبقى في مسافه تباعد زي ما احنا قاعدين كده على الاقل متر ونص 2 متر. قبل اول ما بنرجع البيت وهنقابل الطفل لازم ناخد هدومنا كلها على الباب وفي كيس او حاجه وبعد كده بنغسلها. استاذ محمد جمال اكيد 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 انا هاخد تليفون وهرجع لحضرتك تاني. معايا استاذ محمد. الو. ايوه. وعليكم السلام. اهلا بحضرتك يا فندم، وحضرتك بالف خير. انا عايز اسال الدكتور. اتفضل الدكتور سامعك، اتفضل يا فندم. السكر الابيض يا دكتور، السكر الابيض اللي احنا بناخده بيضع في هذه المناعه. السكر الابيض بيضع في هذه المناعه. تمام. والشاي والقهوه برضه بيضع في هذه المناعه. طب والسكر اللي هو الدايت الموجود في الصيدليات ده كويس ولا ايه بالظبط؟ تمام. دكتور محمد هيرد على حضرتك. العفو فندم، اتفضل. طيب احنا السكر هو عموما السكريات السكر هو في سموم البيضه ثلاث حاجات، السكر والدقيق والملح والدقيق الابيض، فهم دول من الحاجات بالظبط كده. فكل ما قللنا في استخدامهم او في استهلاكهم فده بيحمينا من امراض كتير، وطبعا هي بتاثر على جهاز المناعه. يعني استخدمهم بقله بقله مش بكثره، وخصوصا الاطفال اللي اقل من سنه ممنوعين السكر والملح والدقيق. اقل من سنه اوكي ممنوع سكر وممنوع ملح خالص والدقيق الابيض كله منتج. بالنسبه للكبار لا، ما احنا قلنا بقى بكميات قليله، بكميات قليله عشان ما تاثرش على الكوليسترول وعلى جهاز المناعه وعلى حاجات كتير. طبعا ما حدش هيعمل كده لان احنا لا والله في ناس لا في ناخد من سكريات الفاكهه ناخد من سكريات الفاكهه احسن بكتير وتاثيرها الطف بس الشاي والقهوه بيبقى صعب ان الواحد انه يدخل في لا انا همنع سكر. هو عموما الشاي والقهوه مش ريكومندد قوي، يعني احنا ممكن ناخد فنجان قهوه في اليوم، كوبايه شاي صغيره في اليوم، عشان الحاجات اللي موجود فيها كافيين او موجود فيها تانيك اسيد زي الشاي. شاي فيه تانيك اسيد بيكسر الحديد. في اي وقت ولا زي ما هم برضو قالوا انه قبل بعد الغداء على طول او بعد الاكل الرئيسيه يعني ده الميعاد البريفربل المفضل بالنسبه لناس كتير، وهو احسن كمان للجهاز الهضمي. تمام. هاخد مكالمه تليفونيه تاني. معايا استاذه حياه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا استاذه منى؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ انا سلامتك مبروك البرنامج. تسلمي لي يا رب، ربنا يخليك يا رب كده نشوفك على طول يا رب في تألق كده وفي نجاح من نجاح. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. انا سعيده والله بالجمهور. ربنا يخليك يا رب. عند حضرتك اي سؤال للدكتور؟ ربنا يخليك، كثيره قوي. العفو يا فندم. طيب هنرجع تاني مع حضرتك. ازاي اقي الطفل انه ما يتعرضش ان يجيله الفيروس؟ طبعا احنا الفتره اللي فاتت دي ما كنا كلنا محبوسين في البيت، اطفال وكبار، كل الناس. في ناس مضطره انها تنزل في ناس بقى مضطره ان هي تنزل، هي عارفه الاجراءات الوقائيه كويس وهي عامله مسافه التباعد الاجتماعي كويس، واحنا على قد ما بنقدر بنقول ان احنا كل الهيئات، وده موجود حقيقه، كل الهيئات وكل المؤسسات الكبيره وكل الشركات وكل القطارات بتلاقي بره حد واقف بكحول، لا اتعقم، مش معاك ماسك، لا لازم تلبس ماسك، واحنا مش شايفين دوت موجود في الشارع للناس اللي بتنزل. الناس اللي قاعده في البيت احنا قلنا بقى الحاجات اللي فيها فيتامين سي مهمه، الحاجات اللي فيها فيتامين دي مهمه، حتى لو هناخد سبلمنت يعني اقراص او ادويه اوكي، الحاجات اللي فيها زنك مهمه. طبعا النظافه بقى لكل الناس اللي جايه من بره البيت وللناس اللي خارجه من بره البيت. احنا ما نجيبش البيت. ناس عندنا بقى خلاص بقى هو لا بس الحمد لله الدنيا دلوقتي احسن كتير، والحالات قلت بشكل كبير حتى في المستشفيات، احنا ملاحظين يعني الرعايات بدات تفضى. يا ريت تكلمني عن المستشفى بقى، اخبار كل مرضى كورونا في المستشفى من داخل طبعا كان في حالات طبعا صعبه جدا، يعني أطفال حالات ولا كبار حقيقه لا الاطفال يعني من 2.5 ل 5% من كل الحالات بيبقوا اطفال، يعني لو هنقول 100 حاله قدامها 3 اطفال بس هم اللي اتحجزوا، وكانت اعراضهم خفيفه بس كانت المساحات بتاعتهم بتطلع ايجابيه او الشكل الاشعه المقطعيه بتقول ان هم عندهم بنسبه كبيره اشتباه في كورونا. فهو احنا كنا بيدخلوا المستشفى للطفل بنعمل له التحاليل العاديه اللي هي سي بي سي، صوره الدم الكامله، تحليل الفيريتين اللي هو الحديد، تحليل ال دي اتش، تحليل بنعمل له بقى اشعه عاديه على الصدر لو عنده اعراض تنفسيه زي ان هو مش قادر ياخد نفس وعنده كحه عنيفه، الحاجات دي لو في اشتباه
بنعمل احيانا الاطفال الكبيره اللي اكبر من 10 سنين بنعمل مساحات للتاكيد. مسحه مؤلمه ولا عاديه لاي حد ممكن يعملها؟ انا والله كنت جايب فيديو شكله واحنا بنعمل مسحه ازاي للاطفال، بس الحقيقه ما احنا هنجيبها اكيد الحلقه باذن الله اللي حضرتك هتكون معانا فيها ان شاء الله. فهو لا هي هي شويه مؤلمه بس ضروريه. التحاليل اللي بتقول لنا والاشعه العاديه على الصدر او الاشعه المقطعيه على الصدر بتوجهنا بنسبه 70 80% ناحيه الكورونا، فاحيانا ما بنحتاجش نعمل مساحات للاطفال. فالاطفال المصابه بشكل قوي جدا عندها التهابات على الصدر عنيفه، عندها بلغه مش قادره تاخد نفسها، عندها اعراض تنفسيه قويه جدا، عندها اسهال لدرجه الجفاف، فبيحتاجوا محاليل، فدول بيتحجزوا في المستشفى. اطفال اللي عندها اعراض بسيطه بنوصي الاهل بالادويه المعينه بنكتبها لهم، والعزل المنزلي بنقعدهم بقى في البيت 14 يوم. العزل المنزلي كافي؟ هو طول ما الاعراض خفيفه ماشي، لكن لو الاعراض ساءت والدنيا بقت خلاص محتاجين بقى حاجات يبقى نروح المستشفى اكيد. الانبوبه طبعا صعبه جدا، او التعامل مع المريض اللي بيركب انابيب داخل الرئه او الحنجره او كده بيبقى مؤلم. هو احنا عشان ندخل انبوبه حنجريه بداخل القصبة الهوائية بتاعة الطفل، فهو أساسا اوريدي بدل احنا وصلنا للمرحلة فاقد دي الوعي. ان هو مش فاقد الوعي، هو فاقد التنفس يا خاص بي 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 خلاص مش بيتنفس. فانا لازم اشغل له جهازه التنفسي، انا بعمل انعاش قلبي رئوي اللي انت زي ما بتشوفيه في الافلام الناس بتعمل استرس على القلب كده بشكل معين. السي بي ار بنعمله لو هو حالته حرجه خالص، وبعد كده بنركب له الانبوبه وبنحطه على جهاز التنفس الصناعي. دي حالات صعبه، في حالات بتحتاج اكسجين بس، في حالات بتبقى بسيطه بتاخد علاج في البيت، ومعظم الحالات في الاطفال بتبقى بسيطه خالص سهله. في بعض الاوقات كان بالسوشيال ميديا بيوصلوا معلومات مش عارفين مدى صحتها ايه، ان الدكاتره بتبتدي تشوف مين الاولى. أيوة. مين الاولى لانه يدخل العنايه المركزه او انه يتركب له الاجهزه. فعلا ده كان بيحصل في فتره من الفترات. انا بتكلم على مصر، انا دلوقتي عندي 10 اصابات وعندي 3 سراير. فاكيد بطلب المساعده. اوكي، ما هو انا عندي 3 سراير عليهم 3 عيانين، جالي 7 عيانين تانيين محتاجين يتحجزوا، عندهم اعراض فعلا تستدعي الحجز. تمام. فبطلب هيلب من المديريه اللي انا موجود فيها من الوزاره، هل في مكان تاني في سرير فاضي يقول لي في المستشفى الفلانيه. فالاسعاف تاخد الطفل او تاخد المريض او تاخد الشخص اللي هو عنده اعراض قويه جدا وتنقله بالاسعاف. طيب. للمكان. اوكي. والحقيقه كان في تعاون جدا جامد جدا ما بين كل المديريات مع بتاعه وزاره الصحه ومن كل الهيئات والوزارات في الفتره اللي فاتت دي بشكل قوي جدا. عشان احنا كده الحمد لله عدينا، احنا كتير، احنا فوق ال 100 مليون. ولكن لله. يعني حضرتك ودكتور محمد الكرماني يعني اتكلمتوا في نقطة انه ممكن عودة للكورونا مرة تانية، ولكن أيوه. بطريقة أخف شوية والأعراض أقل حدة والدنيا يعني تبقى أبسط إن شاء الله بإذن الله. دكتور محمد متولي بجد نورتني، ودايما حلقاتنا بتخلص بسرعة مع ضيوفنا. طبعا. احنا مش بنحتاج التخصصات اللي احنا بنجيبها، كمان بنحتاج حلقات مش سلسلة حلقات. يعني ان شاء الله حضرتك معنا. اكيد ان شاء الله، شرف لي. ربنا يخليك يا فندم، والله نورتوني النهاردة. كان معايا النهاردة دكتور محمد الكرماني، اخصائي الصحة النفسية واحد القائمين باعمال الحجر الصحي، وضيف فقرتي دلوقتي هني مع حضرتك الختام. حضرتك تشكر الساده الضيوف الاول وبعد كده انا هختم. طبعا يعني هم بس كتر خيرهم ان هم استحملونا شويه دول، اديناهم شويه معلومات والله كويسه. والله هي دي معلومات كل الناس طلبتها مننا، ولكن انا مش دكتور علشان اقدر اطلع لايف اتكلم مع الشعب المصري. عايز اي حد يتكلم افتي في اي حاجه. لا احنا يعني بقى بنقول الكلام المظبوط. احنا بنقول الكلام المظبوط، ولو اتبعنا ان شاء الله ربنا يحمينا جميعا ويحمي اطفالنا جميعا من كل الامراض. بشكر حضرتك دكتور محمد متولي، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده، عضو الجمعيه المصريه لطب الاطفال. والى ان القاكم الحلقه القادمه ان شاء الله، لكم مني جزيل الشكر.